يعني تروح للحج سنويا، اكو سياسة واكو خطة واكو كذا، احنا اكو عشوائية من قبل الحكومة. يعني احنا كل سنة يدخلنا من كذا دولة آسيوية وبعض الدول العربية بدون فيزا، يكسر الحاجز الحدودي، البعض من عندهم يعصب العراق وتلقينا بعدين يتسول بالتقاطعات. البعض من عندهم جنسيات آسيوية ارتكبوا جرائم داخل العراق وشفنا اكو فيديوهات انتشرت. احنا نقول انه ما المفروض تتنظم اكثر؟ انه اليوم اكو عتبة، اكو وقف شيعي، اكو حكومة عراقية، اكو ميزانية تريليونات. ما حلينا مشكلة انه احنا كيف نضبط وضع الزيارة الاربعينية او زيارة الامام الحسين، وكيف انه هاي نفرق الناس او إن بعد الزيارة بطريقة لائقة. اكو كبار سن لازم يمشي فد 50 كيلو حتى ممكن يوصل للسيارة.